بسببك، بيقولوا انا متفق معاك عشان نسمم العيال. تاني هتقول لي تسميم العيال؟ واني بطلت ابيع لكم، شوفوا حد غيري ترموا بالكم عليه. كتر خيرك يا عم حمزه. بالنسبه للي انت خاطفها بايدك دي، يعني مش اختك؟ اخطفها واحطها تحت عيني وتحت حمايتي. اه يا عم هاشم، انما ما قتلش اخويا. كلنا هندفع ثمن اللي انت عملته، استحمل بقى اللي هيجرى لك. مالي انا ومالي القلق ده كله؟ روح هناك ومحدش هيعمل لك اي حاجه، وفي الاخر كنت هموت محروق. اللي انت عملته معايا النهارده ده جميل، مش هنساه لك طول عمري. رقبت يا زكريا. انا عايزك تبعت حد من رجالتك يراقب لي هاشم الذهبي، وتبعت لي حد تاني يراقب لي جلال. انتوا اللي خرجتوا على العرف وكسرتوا القانون، عشان كده انا حطيت قوانين جديده والكل هيمشي عليها. وقروا كبيركم. اتكلم مع حاج زين، احنا كلنا جايين النهارده عشان نسمع سعادتك. بص يا فتحي، انا بحب اللعبه دي قوي، فاهم حاجه؟ طبعا يا باشا، مش فاهم اي حاجه. الفتره اللي جايه هتعرف قصدي ايه. انا بفهمكش يا يحيى، كل ما احس اني عرفتك طلع لي حته جديده كده فيك انا ما اعرفهاش. يعني ولعت في المخزن في نفس الوقت تلحق اللي جواه. ده اخويا يا رودي، هموت اخويا بايدي. اخوك منين؟ انت عمرك قعدت معاه؟ هو الاخ ده اللي هو في البطاقه يعني؟ انا يمكن ما عنديش اخوات، بس اللي اعرفه عن اخواتي ان هم مش كده خالص. انا كمان ما عنديش اخوات، بس اللي اعرفه ان الاخ ده اللي معاه سرك بيقف جنبك، اسمه كل حاجه مع بعض، اللقمه والهدمه والفلوس، بيبقى بينكوا ذكريات حلوه وذكريات وحشه. تعالي هو ده الاخ. بس مين قالك ان صالح مش كده؟ مش كده ازاي؟ انت هتجنني؟ انت عمرك شفته؟ عمرك قعدت معاه؟ يعرف عنك حاجه؟ تعرف عنه حاجه؟ الصراحه لا، بس اللي اعرفه ان صالح ده بقى مزين اللي على الحجر، مزين بس، كل العيله بتحبه، عيل نضيف ملوش في الوساخة. تالي صالح ده لو كان اتربى معايا من واحنا صغيرين كان زمانه بقى اقرب اخواتي ليا. واد زي ده ما يستاهلش الموتى ده يا رودي، حرام يدفع ثمن غلطه ما غلطهاش. مش بقول لك انت غريب؟ مش بيقولوا ما غريب الا الشيطان؟ معتبريني الشيطان؟ لا يا حي، انت مش وحش، بالعكس. عارف زين العطار لو كان عايش كان زمانه ندم انه ما خلاكش تعيش في وسط اخواتك. زين ما بيندمش على حاجه، زي ما بيعملش حاجه غير هو عامل حسابها كويس قوي، مره واتنين والف كمان. ده ايه الثقه دي؟ عرفت منين انت زين عطار عشان تبقى بتتكلم عنه كده؟ اعرفه كويس قوي، انا يمكن اكتر حد من اهلي اعرفه. ازاي بقى وانت ما قابلتوش غير مره واحده؟ اعرفه من الحاجات اللي كان سايبها في بيتنا قبل ما يمشي، الجوابات اللي كان بيبعتها لاخواته من البلد، الجوابات اللي كان بيرد فيها على اخواته بس ما كانش بيبعتها، الكتب اللي كان بيقراها. انت عارفه انا حافظ كل سطر في الكتب دي كاني كنت بدور عليه في يوم. والله كنت اوقات بلاقيه. مجنون صح؟ بالعكس، بس اول مره اخد بالي انك بتحبه قوي كده. انا كان نفسي احبه، انا اديت له 100 عذر، مفيش ولا واحد فيهم طفى النار اللي امي بتقيدها جواها من وانا في اللفه. يلا الله يجازيه بقى، هو أعلم بنيته. طب بقولك إيه؟ تيجي نغير السيرة دي. تحب نتكلم في إيه؟ فينا؟ يعني عاوز مني إيه؟ مش عايز حاجة. تسألي السؤال ده ليه؟ عشان بقيت تكلمني كتير، عايز تشوفني على طول. لك كون بتحبني وأنا معرفش. ما تقلقيش، أنا ما عنديش وقت أحب يا رودي. أنا أقلق ليه؟ أنت المفروض تقلق على فكرة. انت متاكده ان محدش هيأذيني؟ ايوه طبعا، انا وعدتك ما تقلقش. ما نشوف. استنى استنى. ايه في ايه؟ مش عارفه، في حاجه غريبه، مش عارفه هم غيروا الحراسه ولا ايه، في ناس كتير قوي من البلد. طب استنى، انا قلبي مش مطمن. انت قلتي لي اخوك اسمه ايه؟ زكريا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا خالد؟ عامل ايه؟ طيب. امال زكريا بيه العطار موجود؟ عندناش حد من الاسم ده، ده قصر عبد الله بيه العطار الكبير. اه
طيب وبقى سلم لي عليه وقول له يعني ان انا وحشني كتير يعني. سلام عليكم. ابقى عدى عليه وقت تاني. سلام عليكم. ايه يلا بينا نمشي من هنا بسرعه. نمشي فين؟ ايه اللي حصل؟ اخوكي مش جوه، في حاجه غلط بتحصل، انا مش مطمن. يلا يا اخويا مش جوه، امال مين اللي جوه يعني؟ استني بقول لك، واحد اسمه عبد الله العطار بيقول ان هو الكبير هنا وان هو صاحب القصر ده. انت شكلك هتسوحينا وتودينا في داهيه، الراجل ده معاه بندقيه. يلا نمشي من هنا بسرعه. يلا هي دي عاد قط الشملول. شفت؟ اديني دخلتك قط الكبير يا عبد الله. ما بجيش فيه كبير غير يا غزال. وانا دلوقتي ما اسميش عبد الله، انا كبير عيلة العطارين. صح الكلام يا كبير، بس كرسي الكبير يلزم ناس حواليه يمسكوه لا يقع. ما تخليك دغري يا غزال. انا عمري ما كنت دغري زي دلوقتي. الجبل علمني إنه مفيش أسهل من إنك تدخل عش الدبابير وتقتل دبور. الصعب اللي هيعملوه الدبابير بعد كده، وإنت بقيت في العش يبقى لازمان في حد يحميك. مش هتستحمل زن الدبابير لوحدك. عايز إيه يا غزال؟ إنت بقيت كبير العيلة وكبير عيلة العطارين. مش كبير على القصر بس، لا، ده كبير على الشركات وعلى التجارة، والتجارة يلزامها اللي يحميها، والرجالة موجودة، الفلوس هتبقى موجودة. انت بتشبعش يا غزال؟ الفلوس اللي خدتها منك اديتها للرجالة اللي ماتوا، انما الرجالة اللي عايشة لسه ما اخدوش حاجة. وانا زي ما انت عارف شبعت خلاص. الرجالة بس اللي لسه ما كلوش اصلا وجعانين، والجبل بيجوع، هياكلونا. ماشي يا غزال، عموما انا وعدتك هتبقى الراجل بتاعي، وانا كد كلمتي، وانت ورجالتك ما اهملكمش تجوعوا. المهم دلوقتي عايزك تشوف لي زكريا فين. عايز اشوف الذل في عينيه وهو شايفني قاعد على كرسي ابوه. هيحصل، وبعدها نخلص منه ونخلص من كل الدبابير. خير يا ست لو؟ سمعت ان حضرتك عايزني. اقعد يا يوسف. انا قريت تقرير العمليه. للاسف احنا ما خسرناش بس القبض على شعلة السلاح، لا، خسرنا ناس مننا. انا عارف ان احنا اشتغلنا، الشغل كان صعبه جدا، لكن الظاهر ان هم اشتغلوا اكتر مننا شويه. عشان كده انا بطلب منك واعتبر ان ده امر يا يوسف. خد اجازه اسبوع، ارتاح شويه، وبعد كده نرجع ونفكر نشوف هنعمل ايه. اجازتي يا باشا اللي انت عايز ناخدها. انت عارف اللي مات ده يبقى مين؟ اللي مات ده يبقى اكرم سعادتك، اخويا اللي اتقتل جنبي وكنت ممكن اروح مكانه. وانا لا اهدى ولا ارتاح غير لما زكريا العطار ده يدفع ثمن موت اكرم. جرايا حضره الضابط، ما تنساش ان احنا في دوله القانون. ما تخليش الدافع الشخصي بتاعك يخليك تتاثر بكسر القانون. ولا اضطر اكون اسف، ابعدك عن القضيه.